أصحاب المعالي والسيادة والنيافة، السيدات والسادة الحضور جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر لجمهورية رومانيا شعباً وحكومة، وأخص بالذكر معالي وزير الاتصالات الروماني والسيد الأمين العام المحترم وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين لحسن التنظيم لهذا المؤتمر الناجح. يسعدني اليوم أن ألتقي بإخواننا وأصدقائنا من كل دول العالم لنتحدث في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لا يخفي على أغلب الحضور المشاكل والحروب التي تعرض لها العراق في العقود السابقة، حيث عانى من حروب عبثية لنظام شمولي لسنوات طويلة، وتلا ذلك تأسيس نظام ديمقراطي وافق تأسيسه الكثير من المشاكل والتحديات، وتعرض العراق أثناء ذلك إلى أقوى الهجمات الإرهابية من المتطرفين خلال هذا القرن، وقاتل نيابة عن العالم كله. رغم ذلك، فإن تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر من أولويات هذه الحكومة التي تسعى للنهوض بالمستوى المحلي والدولي، لما يمثله العراق من موقع استراتيجي كونه أقصر الطرق الذي يربط آسيا مع أوروبا، إضافة إلى كون العراق بنية مناسبة للاستثمار في كافة الفروع والخدمات الرقمية وقطاع الاتصالات. إن إصرار العراق على التقدم والتطور لامتلاكه القدرات البشرية لاستعادة عافيته من خلال أخذ دوره المناسب في المجتمع الدولي الذي يأمل العراق أن يكون هذا المجتمع الدولي داعم له، وعليه تقدم العراق للترشيح في عضوية مجلس الإدارة للاتحاد الدولي للاتصالات، وسيكون العراق ويتعهد بأنه سيكون داعماً لقطاع الاتصالات من خلال النقاط الآتية التي سأذكرها باختصار: إرساء بنية رقمية قوية ومتطورة تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي لردم الفجوة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الدول المتقدمة والدول النامية في هذا المجال من الدول الأعضاء في الاتحاد. استخدام الأراضي العراقية ليكون العراق ممراً إقليمياً في نقل البيانات بين أوروبا وآسيا من خلال تفعيل الاستثمار في قطاع الترانزيت ونقل المعلومات. الالتزام بالدستور الاتحاد الدولي للاتصالات وكافة القرارات التي سيتخذها، وتسخير كافة الطاقات لتحقيق أهداف الاتحاد في التنمية وتطوير القطاع. دعم المرأة وتشجيع النساء العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتتبوأ المواقع القيادية وتحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل في هذا المجال. تشجيع الابتكارات والبحوث التي من شأنها تطوير قطاع الاتصالات عالمياً، والسعي لتطبيق مقررات الاتحاد التي يسنها مؤتمر المندوبين المفوضين، ومتابعة المبادرات التي يقوم بها الاتحاد خاصة فيما يتعلق بالشباب والتعليم والتدريب التكنولوجي. في الختام، أطلب من جميع إخواني وأصدقائي الحضور المحترمين وبشكل واضح وصريح بدعم ترشيح العراق لعضوية مجلس المفوضين للأسباب التي ذكرناها أعلاه، ولمنح العراق فرصة للاندماج مرة أخرى مع المجتمع الدولي والإقليمي. شكراً وأعتذر عن الإطالة.